شكرا زميلي وصديقي الأستاذ بلعمشي. بداية أود أن أوجه تحية للمنضمين لهذا الفولكلور على رأسهم السي يوسف حسني. حقيقة يعني أول لقاء مع رفقة الأخ بلعمشي مع يوسف، سألته عن عدد الدورات، قال لي هذه ستكون قبل شهر الدورة السادسة. يعني عندما قال لي الدورة السادسة قلت يعني هذا عنوان أو يمكن اعتبار استمرارية، هو هي عنوان للجدية وللمصداقية. هي عادة جميع المشاريع تبدأ وتنتهي. أحيي وأشد بحرارة على القائمين على المهرجان، وأتمنى لهم التوفيق، وأنا جد سعيد وفخور بتواجدي معكم اليوم. كذلك سعيد بتواجدي إلى جانب الأخ الإعلامي المعروف سينوفل لنتبادل بعض الأفكار حول هذا الدور الثقافة والفن. أنا في الحقيقة عندما كنت يعني في الطريق إلى هذا اللقاء عدة أسئلة تبادرت إلى ذهني، أنه هل يمكن أن بحكم تخصص نحن علوم سياسية وقانون عام، وظيفتنا تحليل الصراعات والحروب، وأنا اليوم جئت إليكم يعني راغبا في السلام. في الحقيقة يعني ونحن نقرأ التاريخ بحكم التخصص منذ يعني أن تواجد الإنسان على الكرة الأرضية، هو تاريخ شعوب وتاريخ صراعات. وسأبدأ من حيث انتهى زميلي عندما رحب بضيفنا من سوريا، عندما يعني تبادلنا أطراف الحديث قبل الجلوس، قال لي بأنه كان يعني لحن لميد الحناوي، وأحسست بنوع من الغبن، و يعني لم أكن مرتاحا، وتذكرت الوضع الذي آلت إليه سوريا. أنا عرفت سوريا من خلال الثقافة. سوريا السياسة بحكم أنني مغربي قومي بحكم التاريخ، والسياسة تفرق، كان هناك صراع عربي إسرائيلي، وكانت التيار اليساري يصنف الدول والشعوب إلى من كما اليوم، أعتقد أنه بنفس الحدة، ولكن كان هناك إما أنت مع الغرب العميل، وأما أنت مع التيار البعثي اليساري أنت من الفضلاء ومن يعني ولكن أنا عرفت سوريا حقيقة. لم أكن أصدق كتب التاريخ التي كتبت عن الصراع العربي الإسرائيلي، ولكنني صدقت ما أنتجه السوريون من مسلسلاتهم من كتبهم. عرفت سوريا وأحببت سوريا عن طريق الإعلام، عن طريق الثقافة، عن طريق المسلسلات، عندما قامت بكسر السيطرة المصرية في الدراما عرفت سوريا من خلال الثقافة. إذن الثقافة والفن هي أكبر من أنها ربما أشياء تغير مزاج إنسان تضحكه، لا، الثقافة نسق مركب معقد يساهم في بناء تمثلات الأفراد تجاه الدول تجاه الأشخاص. قد نحب أو نكره البعض من خلال الثقافة، ما يأتي لنا من خلال الثقافة قد يجعلنا قد أمريكا الآن من خلال الثقافة. من منا يكره أمريكا؟ أمريكا رغم أنها تدعم إسرائيل، لكن الكل يحب ويتمنى أن يذهب إلى أمريكا من خلال السيمة الأمريكية، من خلال الحرية الليبرالية الأمريكية. أنا عندما كنت في القطار أنا أشاهد يعني الـ NBA، يعني شغوف بالـ NBA، السلة، وكأنك كرة السلة، وكأنك تشاهد أفراد في المستقبل عندما تشاهد مباريات السلة في أمريكا. إذن لا نستطيع نحن كأفراد عرب أن نكره أمريكا، لأن ثقافة أمريكا قوية جدا، لأن المنتوج الأمريكي يتجاوز حدود أفلامها وهوليودها. إذن فيما يتعلق بالفن والثقافة فهو يعني أكبر من أنه مادة
تغير مزاج الإنسان، هي تصنع تمثلات. السينما والثقافة والفن يصنع تمثلات. بالإضافة للأمور الأخرى، عندما نتحدث عن الثقافة أو الفن، نتحدث عن الفن يحرر الإنسان. الفن يبني جسورا بين الأفراد. الفن يجعل الإنسان يفهم ذاته، يفهم الآخر. وأنا أتحدث عن البيئة المغربية، البيئة التي ولدت فيها وأعتز وأنتمي إليها، أنه لدينا ثقافة مغربية تمغربيت. عندما ترعرنا يعني ما يجمع المغاربة رغم اختلاف مجموعة من يعني لا أقول إثنيات، بل هناك اختلافات في العادات والتقاليد من منطقة إلى منطقة، ولكن الذي يجمع المغاربة هو اعتزازهم بثقافتهم وبهذا المكون. هناك مختلف مكونات تجمع الشعب المغربي. إذن رغم اختلاف ثقافي، لم تكن في يوم من الأيام ثقافة سبب للتفرقة، بل دائما كانت تجمع. كذلك العلاقتنا بشعوب بعيدة، نعرف روسيا ليس من خلال بوتين، عرفنا من خلال الأدب الروسي. عرفنا مثلا عندما نتحدث عن لوحات الفنان المشهور لا دافينشي، كاين واحد مجموعه من يعني كانت هناك لوحات كثيره ربما اختزلت امهات كتب ومئات الكتب. لوحه مجرد لوحه صغيره تجسد الحرب او تعكس الاثار المدمره التي تنتج على الحرب، ربما بيعت بالملايين. إذن وأحاول أتذكر الرسام الآخر المشهور الذي ربما لوحاته عن الحروب. إذن الفن هو يربط بين الشعوب، هو جسر التواصل. الفن كذلك والثقافة هي ليست هوية، الثقافة مكون هوياتي يساعد في تقوية الروابط بين الأفراد. إذن عندما نتحدث عن الفولكلور، نحن اليوم نتزوج الفولكلور المغربي مثلا، كنا في لحظة من الزمن ننظر إلى الفن بأنه الثقافة بأنها مشترك، وهي مشترك، لكن ما التناقضات التي نعيشها في المنطقة المغاربية جعلت ذلك المشترك اليوم أصبح محط خلاف. هناك رغبة من الجار لسرقة الفولكلور المغربي، التراث المغربي. إذن عندما نتحدث عن توريدة، تحدث على مجموعة من الفولكلور مختلف. إذن والمغرب أصبح يعي بأنه هناك مسؤولية في توثيق هذا الفولكلور في المؤسسات الدولية، لدى المؤسسات الدولية. إذن كي لا أطيل أختم، الأمم قد تكون هي الأمم متعددة الروافد، قد تتضمن هذه الأمم شعوب مختلفة وقبائل، لكن الفن والثقافة تجمع عادة عبر التاريخ. الثقافة مكون أساسي لتقوية الروابط وأواصر بين الشعوب، بين الأفراد داخل المجتمع وخارج المجتمع. وأعتذر وشكرا لكم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.